موجز الأخبار من قناة تن من القاهرة، أهلا بكم. تنطلق اليوم أعمال قمة الاتحاد الإفريقي العادية 30 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكان الرئيس السيسي قد ترأس مساء أمس اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي بعنوان المقاربة الشاملة لمكافحة التهديد العابر للحدود للإرهاب في إفريقيا، وذلك على هامش أعمال قمة الاتحاد. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره السوداني عمر البشير في أديس أبابا على هامش قمة الاتحاد الإفريقي. وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء على قوة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين على المستويات كافة. من جانبه أشار البشير إلى أن التحديات الناتجة عن الأوضاع الإقليمية الراهنة تحتم على البلدين مواصلة التنسيق المكثف بينهما بما يساهم في تحقيق مصالحهما المشتركة. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جنوب افريقيا جاكوب زوما والامين العام للامم المتحده انطونيو غوتيريش على هامش اجتماع مجلس السلم والامن الافريقي باديس ابابا. وقد اعرب الرئيس السيسي عن تقدير مصر لاعضاء مجلس السلم والامن الافريقي على دعمهم للرئاسه المصريه، مؤكدا على وجود ادراك متزايد لدى المجتمع الدولي باهميه تكثيف جهود القضاء على الارهاب في ضوء ما بات يشكله من تهديد بالغ للسلم والامن الدوليين. قررت الهيئة العليا لحزب الوفد بالأغلبية الساحقة رفضها الدفع بمرشح رئاسي للانتخابات المقبلة. وخلال مؤتمر صحفي عقده الحزب بعد مناقشات طويلة جدد التأكيد على قراره السابق بتأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية. أعلنت المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة أن اليوم آخر موعد لتسليم المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية نتائج التحاليل والفحوص للمجالس لتحديد مواعيد الكشف الطبي لهم لتمكينهم من تقديم أوراق ترشحهم للانتخابات الرئاسية. وقد أوضح الدكتور عماد كاظم رئيس المجالس الطبية المتخصصة أنه سيتم توقيع الكشف الطبي على 4 مرشحين محتملين للرئاسة، فيما أجرى 5 مرشحين رئاسيين التحاليل اللازمة للكشف الطبي من أصل 8 تقدموا بطلبات لإجراء الفحوص. أدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الآثم على نقطة تفتيش تابعة للشرطة في العاصمة الأفغانية كابول أمس. وأعرب البيان عن خالص التعازي لأسر شهداء الحادث الذي شنته حركة طالبان الإرهابية، مسفرا عن استشهاد نحو 100 شخص وإصابة نحو 160 آخرين، مؤكدا على وقوف مصر حكومة وشعبا مع أفغانستان في مواجهة الإرهاب الغاشم. أعلن الناطق باسم غرفة عمليات عمر المختار في ليبيا صلاح بوكدير أن سلاح الجو الليبي استهدف جماعات موالية لتنظيم القاعدة الإرهابي في مدينة درنا شمال شرقي البلاد. وأكد بوكدير أن المقاتلات دمرت آلية عسكرية وموقعا للإرهابيين أثناء محاولتهم التقدم في اتجاه نقاط تمركز القوات المسلحة جنوبي المدينة. أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة وفاة الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان اليوم والدة رئيس البلاد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية الحداد الرسمي لمدة 3 أيام بالبلاد اعتبارا من اليوم، وبدوره نعى نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد المكتوم الشيخة حصة عبر حسابه على تويتر، مقدما العزاء للرئيس والشعب وكل محب لدولة الإمارات. ختام الموجز، إلى اللقاء.